القسم الأخير خاتمة هذا المتن المبارك. حامد إن سونغ كتاب نم ألشين ده شو شو كتاب نم إنده آخره. لابد أن نكفر بجميع معبد من دون الله. بارلق الله تعالى ده ببدت قطنا إله لردان إنده بس شمسك كير قاهر ما تيش بس. لا نعبد الأصنام ولا الأحجار. بس برنني تشلرغا دا برنني سنرغا دا تابنرغا تيش تقول بس ولا نطيع العلماء ولا الأمراء في معصية الله هم برنني غالم نرغا دا باتشالرغا دا قناخلش لردين دا إتاعت ترغا تيش تقول بس لأن رأس الطواغيت هو إبليس هم شو شو تاغوتنن إن إن استن باشسة هو إبليس نعوذ بالله منه هم الله تعالى دان إن ساقلو سريب زمنا لا يمكن أن نرضى أن نعبد من دون الله هم بين بس Allah'tan başka ibadet kılattığın nesnelerden riza bulamayız. ولا يمكن لأحد أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. هم بين bir kişiye de özüne ibadet kılarga şakırga yaramay. نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هم biz indi Peygamber صلى الله عليه وسلم şeriatı ile hüküm şeriatı iş biz. لا ندعي علم الغيب. هم بين biz şakırmayız yaşırın ilim gede. لا ندعي النبوة ولا الرسالة. هم بين şulayıp şakırmayız biz Peygamber, biz de Rasul de. يجب أن نهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. حامد استبدى بروش بلطرة إسلام دولتنا كشندر. والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. هم الله بنشركتر الله سبحانه وتعالى برشا مقتولر هم بيعمر سلمان برشا عنده صلوات شريفة.